يقول السائل: ما هو موقف علماء الشريعة أن الأرض أو الكرة الأرضية تدور؟ يا أخواني، هذا ما كلفنا به، ما كلفنا بمعرفة الأرض تدور أو ما تدور، ولا لنا مصلحة في هذا. الأرض بيد الله، وهو الذي يدبرها سبحانه وتعالى، ولم يقل لنا في القرآن ولا في السنة أن الأرض تدور أو ما تدور، هذا ما لنا فيه دخل، والبحث فيه لا فائدة فيه. نعم، علينا أن نبحث أمور ديننا وأمور معاملاتنا الصحيح وغير الصحيح. أما البحث في أمور الكون، هل الأرض تدور أو ما تدور، ما لنا في هذا مصلحة. نعم.